تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح السعادة والإيجابية عليكم أعزائي المستمعين، لأن صحتكم تهمنا وتسعدنا يسرنا أن نطلع عليكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين، يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا عبر الأرقام التالية 600-551414 وعبر الرسائل النصية 4006. وفي البداية نذكركم أعزائي المستمعين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وحافظوا على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، ولا تنسون غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. وفي هذه الحلقة مستمعينا بنتناول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم جميع أفراد المجتمع، وكذلك أبرز المواضيع والأخبار اللي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي. وفي حلقتنا لليوم كذلك بنتعرف إلى ما يقوله خبراء التغذية عن المشروبات الصحية والمفيدة لنا في فصل الشتاء، وبنتعرف على مجموعة من الخدمات اللي يوفرها قسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد. ولدينا أيضا في حلقة اليوم موضوع مهم جدا حول التطعيمات الضرورية لحماية كبار السن من الإنفلونزا والالتهابات الرئوية. وبنبدأ حلقتنا لليوم مع الخبر المحلي، الخبر اللي نتناوله في وسائل التواصل ووسائل الإعلام، واللي يقول إن 5 ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي ممكن إنها تسبب اضطراب نفسي. وجدت دراسة أن الذين يقضون 5 ساعات يومياً على وسائل التواصل الاجتماعي هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب 3 مرات من أولئك الذين يقضون أقل من 2 ساعة يومياً. وشارك طبعاً في هذا الاستبيان 1000 شاب أمريكي تتبع عدد الأشخاص اللي ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب على مدار 6 أشهر. ويعتقد الخبراء أن الهواجس مع منصات مثل إنستغرام وتويتر وسناب شات وفيسبوك توقف تكوين صداقات حقيقية بين الشباب، وقد يؤدي طبعا الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم تحفيز الشباب للذهاب وتحقيق أهداف في حياتهم المهنية، مما يؤدي إلى تأجيج المشاعر السلبية. ووجدت الدراسة أن المراهقين يعتقد أيضا أنهم يقارنون أنفسهم بأسلوب حياة مثالي معدل بالصور ويستحيل الحصول عليه، ويشعرون بأنهم لا قيمة لهم بالمقارنة بذلك. وتعد هذه الدراسة الكبيرة اللي نشرت في المجلة الأمريكية هي الأولى من نوعها اللي تربط وسائل التواصل الاجتماعي بالاكتئاب. وطبعا أعزائي المستمعين، يسرني أن اليوم طبعاً أن تكون معاي في التقديم الدكتورة هند العواضي، وأنا محدثتكم آمنة آل علي. وبننتقل إلى فقرة السوشيال ميديا، وبتكون معانا زميلتنا مثل ما عودناكم أسماء الجناحي، بتصبح علينا وبتقولنا
آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور أختي آمنة والدكتورة وكل مستمعين إذاعة نور الزين. هلا فيك أسماء وهلا بالطاقة الإيجابية. الله يحييك. باخذ بعض الأشياء المهمة لصالح قنوات التواصل الاجتماعي. من ضمن الأشياء اللي تم وضعها هي كيفية تعامل الهيئة مع أو آليتها في الحصول على الملاحظات أو الشكاوى وكيف يتم العمل فيها. هاي كانت البروسيس كامل تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي. أحيانا الأشخاص يقولون أوكي نحن نحط ملاحظتنا بس الملاحظة وين توصل؟ وين طرق الواحد ممكن يقدم فيه ملاحظاته؟ وين يروح؟ يعني عندنا في أكثر من طريقة، في الحضور الشخصي، مراكز الاتصال، بريد الإلكتروني وصل صوتك، نظام الشكاوى الموحد، نظام الاقتراحات الموحد، وأيضا كل من إنستغرام وتويتر نحن نستقبل فيهم الملاحظات. يعني كل هالقنوات موجودة إذا أي حد حب يوصل ملاحظة أو يوصل مثلا عنده موضوع معين ممكن يكلمنا على كل هاي المنصات. أيضا نحن نظن الأشياء نأكد عليها موضوع غسل اليدين، وخصوصا مع الأبناء مهم جدا أن الأبناء يعرفون أهمية الموضوع. مو بنا يعني ممكن واحد يقول كنا نعرف كيف نغسل يدينا لكن ننسى لأن مو قاعد نفكر بأهميته. فنحن دائما نأكد على أولياء الأمور أنه مهم جدا أن يعلمون عيالهم ليش هو مهم، مو بس عشان مثلا كورونا، لكل الأشياء الثانية. أيضا من ضمن الأشياء المهمة اللي تم وضعها تم وضع فيديو خاص حول الورشة العمل اللي تم قام فيها هيئة الصحة بدبي الخاصة باستعدادها للخمسين عام القادمة. تقريبا هي 10 أولويات تم تحديدها في هاي الجلسة واللي راح تشغل عليها هيئة الصحة بدبي. قبل ما نختم الحين إجازة المدارس قربت والطلعات بتزيد، فنحن نتمنى من أولياء الأمور الاهتمام بالإجراءات الوقائية وأخذ الاحتياطات والاحترازات المهمة. أيضا إذا واحد كان عيما نقول لهم لا تظهرون لا تتجمعون، ولكن التباعد جدا مهم. لحظان يعني بي يوم وبنقدر يعني واجد صوتهم ملاحظات أن في أشخاص يموتون بعض المناسبات في البيوت ما في تباعد، أو مثلا أشخاص يأخذون بالأحضان، لكن ممكن نخلي هالأشياء عشان سلامتكم وعشان سلامة اللي حولكم، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. نتمنى للجميع السلامة ودمتم بصحة وسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء ودمتي بصحة وسعادة. وطبعا أعزائي المستمعين أسماء تناولت آخر المستجدات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك نحن نذكركم بأن في الأسبوع الماضي صحة دبي دشنت مختبر متطور للكيمياء الحيوية. وطبعا هذا المختبر الحيوي الذكي بمستشفى دبي يدار بشكل متكامل من خلال أفضل التقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي وبدون تدخل بشري. ويعتبر المختبر الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والأحدث على مستوى المنطقة. وكذلك يمكن المختبر إجراء فحص وتحليل مليوني عينة سنويا يمكن مضاعفتها إلى 10 ملايين. وطبعا يخدم هذا المختبر مستشفى دبي وجميع المنشآت الطبية التابعة للهيئة. ويستطيع مختبر هذا المختبر من خلال أجهزته فحص الأورام المتقدمة وإنجاز وفحص 300 عينة خلال ساعة واحدة. وطبعا هذا المختبر المتطور للكيمياء الحيوية يعتبر مركز مرموق للتعليم والتدريب على مستوى الدولة والمنطقة. وطبعا تنتمي تقنياته إلى تقنيات الحديثة، ويزيد قدرات أحد أجهزته لفحص 2000 عينة لوظائف الكبد والكلى والقلب بما لا يتجاوز ساعة واحدة. ويستطيع المختبر بتجهيزاته الفائقة تحليل بعض العينات واستخراج نتائجها في وقت لا يتجاوز دقيقة واحدة.
وإجراء فحوصات الوظائف الحيوية للكلى والقلب والكبد والأورام والهرمونات ووسائل الدماغ والنخاع والتغذية. ويقوم هذا المختبر أيضا على نخبة من الأطباء المتخصصين. ويعمل المختبر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. وكما ذكرنا أعزائي المستمعين بأن المختبر هذا يحتوي على تجهيزات وتقنيات عالية السرعة والدقة. وطبعا من مختبر هذا المختبر اللي دشنته هيئة الصحة بدبي بناخذكم بعد هذا الفاصل الإعلاني اللي بنطلعه بعد شوي على خدمة من خدمات قسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد. كونوا معنا أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل وبنرجع. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600551414، وللرسائل النصية الاسمس 4006. وطبعا مثل ما عودناكم مع فقرة خدمات الهيئة، اليوم بتكون معنا خدمات قسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد والتابع لهيئة الصحة بدبي، وهو من بين أهم الأقسام المميزة الزاخرة بكفاءات طبية وخبرات متنوعة والمزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الأكثر تطوراً. وللتعرف إلى إمكانيات القسم ونوعية الخدمات اللي يوفرها، يسعدنا أن تكون معانا اليوم الدكتورة سامية مراد إبراهيم، أخصائية الأمراض الباطنية بمستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة سامية. صباح النور والسرور. طبعاً دكتورة نحن شاكرين لك أن أنت مواصلة بعد نوبة مسائية. شكرا. شكرا لتواجدك ولوقتك الثمين. طبعا دكتورة، حابين نعرف منك اليوم على نبذة سريعة عن قسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد ومستوى تجهيزات هذا القسم. تمام. في البداية بس بغيت أعرف الجمهور عن اختصاص الأمراض الباطنية، شو هو الطب الباطني واختصاص الأمراض الباطنية. هو طبعا الاختصاص اللي يتولى مسؤولية الوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها، الأمراض اللي تصيب البالغين من غير تدخل جراحي. زين. فقسم الأمراض يعني كمستوى تجهيز قسم الأمراض الباطنية الحمد لله يعني مجهز بأسرة، كم يعني تقريبا نقدر نقول نصف مستشفى راشد عبارة عن أسرة لقسم الأمراض الباطنية وتخصصاتها الدقيقة. هالأسرة إما هي أسرة عناية عالية الدرجة، أو أسرة ملاحظة عن قرب، أو أسرة يعني ذو عناية الدرجة العادية والمعتادة حسب حدة المرض عند المريض. نعم. وطبعا المريض يوم يدخل يعالجون أطباء من حملة شهادة البورد أو الزمالة البريطانية بتخصص الأمراض الباطنية، من سواء أخصائيين أو استشاريين، وفي طبعا طاقم تمريض ذو كفاءة وخبرة عالية. والمريض طبعا فترة عنايته يوميا يعاند الطبيب والممرضين يعتنون فيه، ويتم إعطاء الأدوية اللي يحتاجها، وإذا احتاج طبعا أكسجين ينعطى أكسجين، أو أي مثلا إذا احتاج إلى أخصائي تغذية لإعداد نظام غذائي مناسب للمريض حسب حالته المرضية وتثقيفه عن هالنظام الغذائي، كل هذا يتوفر للمريض. نعم. طبعا دكتورة، مستشفى راشد غني عن التعريف وقسم الأمراض الباطنية من الأقسام المتميزة. احنا حابين نعرف منك دكتورة اليوم عن نوعية المشكلات الصحية والأمراض اللي يستقبلها هذا القسم. طبعا هي مشكلات كثيرة، وعلى سبيل المثال طبعا أشيع الأمراض
انتانات الدم. شو هي انتانات الدم؟ هو يوم يكون في بكتيريا منتقل للدورة الدموية كلها. هذه يمكن أشيع الأمراض اللي نشوفها. غير كذي الالتهابات مثل التهاب الرئة أو التهاب المسالك البولية أو التهابات في الجهاز الهضمي سواء في المعدة أو في الأمعاء الدقيقة. نعم. الأنيميا بأنواعها، الجلطات الدموية، الجلطات الدماغية سواء الجلطات الدماغية التخثرية أو الجلطات الدماغية الدموية، وفي بعد حالات الحساسية الحادة سواء المريض مثلا صار له حساسية من دواء معين أو صار له حساسية من نوع من الأطعمة. وبعد فينا حالات مثلا شخص ناول جرعة زائدة من دواء معين ويحتاج أن دمه ينغسل من هذا الدواء. نعم، هاي جميع المشكلات الصحية اللي تستقبلونها في هذا القسم مثل ما ذكرتي دكتورة. نبى نعرف أيضا نوعية الخدمات. أنت عطيتينا طبعا نبذة في البداية، بس نبى نعرف منك أكثر عن نوعية الخدمات اللي يوفرها قسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد. في طبعا قصة التخصصات الدقيقة صح؟ نعم دكتورة، تخصصات دقيقة، في تخصصات كثيرة تحت قسم الباطنية، منها تخصص أمراض الجهاز الهضمي، تخصص أمراض القلب والشرايين، قسم الأمراض المعدية، وقسم الأمراض العصبية. نعم دكتورة، كذلك نبغى نعرف نبذة عن الأمراض الباطنية الشائعة. قلتي لنا عن المشكلات اللي توصلكم، هل هذه هي الأمراض الباطنية الشائعة اللي توصل؟ طبعا أشيع الأمراض الباطنية أولهم مرض السكري من النوع الثاني. نعم. وثانيهم ارتفاع ضغط الدم. الجلطات الدماغية أيضا تعتبر مزمنة، وبالذات في المرضى اللي عندهم أصلا سكر من النوع الثاني، يعني مش تحت السيطرة، أو ارتفاع في ضغط الدم مش تحت السيطرة. والأنيميا أيضا من الأمراض الباطنية الشائعة. نعم دكتورة، إذا بتوجهين للمستمعين كلمة أن كيف ممكن أنهم يقون أنفسهم من هذه الأمراض الشائعة؟ كيف؟ أهم شيء طبعاً هو نمط الحياة، اللي يعتني بنمط حياة صحي. يعني نقدر نقول 95% أو أكثر راح يقي نفسه من الأمراض الباطنية المزمنة. نمط الحياة الصحي طبعاً يشمل التغذية، يمكن 50% أو 60% التغذية، والباقي الرياضة أو النشاط. يعني الواحد يزاول يكون نشيط يعني. نعم دكتورة، ممكن يعني تقدمين للمستمعين المعلومات اللي تقول لهم كيف ممكن إذا أنا شخص لدي أمراض باطنية شائعة مثل اللي ذكرناها وقاعد يستمع للبرنامج اليوم، كيف ممكن يوصل لقسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد؟ عن طريق إما الطوارئ، وفي الطريق الثاني إنه طبعا في عيادات خارجية في كل تقريبا منطقة في دبي. نعم. وهاي تكون بالقرب من المنطقة السكنية للمريض، فمثلا عنده مشكلة أول مرة ممكن يصير هناك في العيادة ويتم تحويله لعيادة الأمراض الباطنية. نعم. أو إذا عنده مرض مثلا جدا حاد، تعبان وايد، يعني ممكن أنه يحتاج إدخال المستشفى عن طريق الطوارئ. نعم طوارئ. يعني عندنا طريقتين للوصول لقسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد، إذا الشخص طبعا يعاني وعنده ألم يعني مو بقادر أنه يسيطر عليه مثل ما ذكرتي دكتورة، ممكن يتوجه طبعا للطوارئ، بس إذا كانت أعراضه بسيطة يمكن يروح لأقرب مركز صحي له ويتم تحويله لديكم في قسم الأمراض الباطنية. دكتورة، ممكن تقدمين لنا نصيحة أخيرة للمستمعين؟ حاليا يمكن لأن الجائحة والكورونا. نعم. ولأن مريض الأمراض يعني الباطنية أو اللي عندهم أمراض مزمنة أكثر ناس ممكن يتعرضون للمشاكل أو للمضاعفات الخطيرة لمرض الكورونا. فنصيحتي لهم أن أول شيء يخلون دائما المرض المزمن تحت السيطرة. نعم. يعني يأخذون أدويتهم، ما ينقطعون عن الأدوية. رقم اثنين، نمط الغذائي الصحي الحين جدا 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 مهم، خاصة نمط الغذاء اللي يرفع المناعة، مناعة الجسم. ثانيا النشاط، نفس الشيء،
يعني نعم إذا وإنه يحافظ اسمه يلتزم بالإجراءات الوقائية. نعم مثل ما ذكرتي دكتورة نمط الحياة الصحي هو أهم شيء للوقاية من الكثير من الأمراض. طبعا دكتورة سامية مراد أخصائية الأمراض الباطنية في مستشفى راشد شاكرين لك وقتك وشاكرين لك تواجدك معنا وشكرا لفريق عملكم في قسم الأمراض الباطنية في مستشفى راشد. العفو يسعدني وشرفني. شكرا لك. وطبعا أعزائي المستمعين بعد ما أخذنا فقرة خدمات الهيئة بننتقل للمصطلح الطبي لليوم. مصطلحنا لليوم اللي هو فرط النشاط ونقص الانتباه. اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى البالغين هو اضطراب مرتبط بالصحة العقلية ويتضمن مجموعة من المشكلات المستمرة مثل صعوبة الانتباه وفرط الحركة والسلوك الاندفاعي. وطبعا قد يؤدي اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى البالغين إلى علاقات غير مستقرة وضعف العمل أو الأداء المدرسي وتراجع الثقة بالنفس وغيرها من المشكلات. وعلى الرغم من أنه يسمى اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى البالغين فإن الأعراض تبدأ في مرحلة الطفولة المبكرة وتستمر هاي الأعراض حتى سن البلوغ، غير أنه في بعض الحالات لا يتم التعرف على اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى البالغين أو تشخيصه حتى يصل الشخص إلى مرحلة البلوغ. وطبعا أعزائي المستمعين قد لا تكون أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لدى البالغين بنفس الوضوح والأعراض لدى الأطفال بالنسبة للبالغين، يعني قد ينخفض فرط الحركة ولكن قد تستمر أعراض الاندفاع وتشتت الانتباه. وطبعا بعد ما عطيناكم اليوم مصطلح فرط النشاط ونقص الانتباه بننتقل أعزائي المستمعين للفاصل الإعلاني، وبعد الفاصل بنكون معاكم مع فقرة التغذية ومشروبات الشتاء الصحية. انتظرونا. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. وطبعا أعزائي المستمعين تحدثنا بالأمس عن الطعام اللي يحمينا من البرد ومشكلات الصحية المصاحبة، واليوم نستكمل موضوعنا مع المشروبات الصحية اللي ينصح الخبراء بتناولها في فصل الشتاء، وهو ما منتعرف عليه اليوم مع أستاذة التغذية عليا دخان. صباح الخير أستاذة عليا. صباح النور السرور. أهلا فيك أستاذة، واليوم نحن متشوقين أن نسمع منك عن المشروبات الصحية اللي بنشربها في فصل الشتاء. أكيد الموضوع اليوم عن المشروبات الصحية، من ضمن هاي المشروبات بتكلم عن بعض الأعشاب أو بعض المشروبات اللي إحنا متعودين ناخذها في فصل الشتاء، ونحدد مثلا القيمة الغذائية اللي فيها والسعرات الحرارية بشكل عام على أساس الشخص يعرف يحدد الاختيار بالنسبة للمشروب الشتوي. أول مشروب حابة أتكلم عنه اللي هو الزنجبيل. مشروب الزنجبيل معروف الزنجبيل بالقيمة الغذائية بالنسبة لمضادات الالتهابات. بعد عندنا الزنجبيل يساعد في تخفيف شعور بالغثيان ويساعد في الهضم، فالمشروب الزنجبيل جدا مفيد. نقدر نحن نضيف عليه إضافات مثلا تحضيره مع الحليب والعسل، ممكن نخلي الزنجبيل مع الليمون خاصة للأشخاص اللي عندهم نزلات البرد أو عندهم الاحتقان مثلا في الحلج، فالزنجبيل مع العسل والليمون من المشروبات اللي أصلا تهدي الأعراض هذه. نعم أستاذة عليا، بس عفونا قاطعت لأني أنا مستمرة على الزنجبيل والليمون صار لي يمكن أكثر من شهر. دكتورة هل يضرنا نحن نشربه مثلا بداية الصبح يعني عادي على معدة فاضية؟ هو مفيد بس حاولي نستخدمه من يعني مع الوجبة أو من ضمن أو بين الوجبات،
في ملاحظة أن الزنجبيل حتى الكركم، بتكلم عقب عن الكركم، الزنجبيل والكركم من العناصر الطبيعية اللي تسوي عندنا blood thinning أو تخفف السيولة في الدم. فالأشخاص اللي يعانون من مشاكل القلب ويأخذون الأسبرين بشكل يومي، يعني فقط إذا يستهلكون الأدوية بشكل يومي، احتمال هذه الزنجبيل والكركم يزيد مفعول العلاج، فيصير عندنا زيادة في تأثير الدواء. فهني بس إن يكون نقطة يعني الواحد يتحمل إنه ما يبالغ في استهلاك الزنجبيل إذا كان هو مريض قلب ويأخذ الأسبرين أو الوارفرين. أما الشخص الطبيعي عادي استهلاك الزنجبيل بشكل يومي مع الكركم مع الليمون مع العسل، هالأشياء ما بتضر يعني عادي. وتخفف اللوعة والغثيان، يعني حتى المرأة الحامل لما تعاني يكون في بداية الحمل عندها مشاكل اللوعة والأسد الحموضة، المشروب الزنجبيل يعتبر آمن، يعني تقدر حتى تشربه أو تأخذ قطعة من الزنجبيل تنبغها بعد تخوز الشعور اللي هي شعور الغثيان. نعم أستاذة، ممكن تقولي لنا أن هالمشروبات هل تقينا أو تحمينا من أمراض البرد، وهل من المفيد تناولها باستمرار؟ أكيد، خاصة الأعشاب هذه مثل الكركم يساعد عندنا في مضادات الأكسدة، فيقوي المناعة ويشتغل على الالتهابات بشكل عام في الجسم، يعني يشتغل كمضاد للالتهابات. يعني إذا كان عندنا التهاب في الحلج، إذا كان في التهاب المفاصل، عندنا الكركم المادة الفعالة اللي فيه اللي هي الكركمين، في عليها دراسات أثبتت بعض الفعالية، فنقدر احنا نضيفه لعلاجنا مو للنظام الغذائي بشكل عام للالتهابات اللي في الجسم. وبعد عشان يزيد مفعول الكركم او فعاليه الكركم، نضيف عليه رشه بسيطه من الفلفل الاسود. الرياكشن او التداخل من بين الكركم والفلفل الاسود يخلي المفعول الكركم افضل. الكركم ممكن نستهلكها نفس الشيء، نرشه مع الزنجبيل ونشربه، او نرشه مثلا مع الشاي الاخضر، شيء بسيط مع المشروب الحار. نعم أستاذة، هل هناك يعني مشروبات طبيعية محددة ممكن تكسبنا طاقة وكذلك دفء فصل الشتاء؟ أكيد، هاي المشروبات اللي تكلمنا عنها مثل الزنجبيل مشروبات دافية. بعد عندنا مشروب الزعتر، متعارف أن فترة في فصل الشتاء يحضرونه، فالزعتر ممكن بعد من المشروبات الدافية في الدفي الجسم، وفي نفس الوقت يتساعد حتى على تخفيف الصداع، تقوي المناعة، وبعد مفيدة لتضبيط السكر الدم، ومفيدة حق صحة الفم والأسنان. فمشروب الزعتر بعد من المشروبات الدافية وخفيفة، يعني هالأعشاب كلها تقريبا ما فيها سعرات حرارية. إذا بنتكلم عن المشروبات الثانية اللي فيها الحليب أو ممكن استهلاك العسل، هني بتضيف عليها السعرات الحرارية من هذا من هاي الإضافات. عندي مثال آخر اللي هي التلبينة. التلبينة النبوية وايد مفيدة، تحسسنا بشعور بالشبع وتدفي الجسم وتعطي طاقة، وهي أساسا من السنة أنها تخفف الحزن وتفرح القلب، فحلو ننصح فيها أن نستخدم التلبينة مع الحليب. إذا شخص يحب يخفف السعرات ممكن نحط الحليب القليل الدسم، وممكن نخفف المكسرات العسل، الإضافات اللي تنحط على التلبينة يكون التحكم عندنا إذا حبينا نضيفها، بس نحط في الاعتبار أن أي إضافة بتزيد السعرات الحرارية. طبعا التلبينة اللي هي الشعير فيها نسبة عالية من الحديد، عندنا الكالسيوم والمغنيسيوم وبعض المعادن الثانية بنسب بسيطة. بعد حابة أضيف من المشروبات اللي ممكن الجيل الأصغر يحبونها أكثر عن الأعشاب، اللي هي الكاكاو أو الهوت شوكولات. ما يمنعنا نستهلكها بعد في فترة الشتاء لأن في عليها أقبال، بس ممكن إحنا نحضرها في البيت إذا إحنا حريصين على محتوى السكر إنه ما يكون زيادة، وإذا حريصين إن الوزن ما يزيد، فممكن نستخدم اللي هو مسحوق الكاكاو الباودر. تقريبا كل ملعقة طعام من الكاكاو الباودر يحتوي على 50 إلى 55 سعرة حرارية. إذا بنحضر كوب من الحليب مع ملعقة من الكاكاو الباودر، بنقول تقريبا هذا الكوب أو المشروب يحتوي على 200 سعرة حرارية، يعتبر سعرات جيدة كمشروب أو كوجبة خفيفة. نعم. بس يكون تحضيرها مثل ما قلنا في البيت، ويكون في تحكم في نسبة السكريات. يعني حلو نستمتع بالهوت شوكولات في هالشتاء، وبعد بجانب الهوت شوكولات ما ننسى نشرب الأعشاب والأشياء اللي طبعا مثل ما قلتي أستاذة أنها تهدي الأعصاب. ممكن تقولي لنا أستاذة عليا نصيحة أخيرة تقدمينها للمستمعين؟
بشكل عام نحاول ننوع في المشروبات، وشو ما كان المشروب إذا كان عندنا مشروبات دافية هذه بتريح عندنا الحلج، وإذا شخص عنده بداية الزكام أو الحساسيات تتهيج وتزيد مع تغير الجو، فكثروا من المشروبات الدافية بأنواعها، وكثروا من شرب الماي إجمالا، يعني نحاول نوصل لترين ونص إلى 3 لتر من الماي، لأن فصل الشتاء الواحد ما يحس بالعطش لكن يكون الجسم محتاج ويكون في نوع من الجفاف، فكثروا من المشروبات الدافية وعليكم بالعافية، بس كل واحد يكون حريص بالمشروبات اللي هي غنية وايد بالسكريات تكون قليلة. نعم شكرا لك أستاذة عليا أخصائي التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي على هاي المعلومات الجميلة. الله يحييك، مع السلامة. طبعا أعزائي المستمعين، بعد فقرة التغذية اليوم مثل ما تعودنا كل اثنين عندنا فقرة صحة المسنين، ونستكمل حديثنا عن فصل الشتاء، ولكن بنتوقف عند هذه الفقرة أن كيف نحمي ونعزز وقاية كبار المسنين من مشكلات البرد الصحية وجدوى التطعيمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي، وخاصة التطعيم ضد الإنفلونزا وضد الالتهاب الرئوي. وطبعا حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة منى صبحي استشاري طب المسنين في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة منى. صباح النور وصباح أجمل شتاء في العالم. أهلا فيك وأهلا بجميع طبعا المستمعين. مثل ما قلتي نحن نمتلك أجمل شتاء في العالم مثل ما قال سيدي صاحب السمو محمد وراشد آل مكتوم. طبعا نحن اليوم نبي نعرف منك أهم المشكلات الصحية المصاحبة لموسم الشتاء. طيب زي ما قلنا صباح أجمل شتاء في العالم. احنا الحمد لله هنا في الدولة من نعم ربنا علينا وعلى كبار السن معانا ان الشتاء هنا مش زي الشتاء القارس اللي بيمر في بعض الدول الثانية، لكن مع تغير العمر ومع تقدم السن حتى لو في تغير ولو طفيف في درجات الحرارة، واذا كان الشتاء دافئ بالنسبة لنا فالى حد ما يعتبر بارد عليهم، بيبقى في شوية تغييرات كده بتخليهم اكثر عرضة للمشاكل. من ضمن التغييرات دي تغييرات فيسيولوجية بتحصل مع تقدم السن نفسه، زي مثلا تغييرات في الجهاز المناعي في الجسم الإنسان المسن، وردة فعل الجهاز المناعي ده للعوامل المختلفة زي تغيير درجة الحرارة، زي ظهور بعض الميكروبات اللي موجودة أكثر مثلا في فصل الشتاء زي الإنفلونزا، زي المكورات الرئوية، زي بعض الفيروسات الثانية. غير الجهاز المناعي في حاجات تانية اللي هي الحواجز الطبيعية اللي بتدافع عن جسم الإنسان زي الأغشية المخاطية والشعيرات الدموية، كل دي بتتأثر شوية مع التقدم في العمر فبتخليهم شوية أكثر عرضة لبعض المشاكل الصحية. ده بجانب إن في وجود أمراض مزمنة مع كبار السن اللي بتبقى مصاحباهم من سن قبل كده وبتكمل معاهم، زي السكري، وده برضو بيأثر على المناعة وخصوصا لو مش كنترول كويس أو لو مش تحت السيطرة كويس، أمراض الرئة المزمنة والأمراض الشعبية المزمنة وخصوصا في الناس المدخنين وكبار السن المدخنين، علشان كده هم بيبقوا أكثر شوية للمشاكل الصحية. من ضمن المشاكل الصحية اللي هي بتبقى موجودة في كبار السن اللي بيقاها علاقة أكثر بوجود الشتاء الأمراض الصدرية اللي هي بتؤثر على الجهاز التنفسي، من ضمنها الالتهاب مثلا الفيروسي اللي منتشر بيبقى موجود دايما في الشتاء زي الإنفلونزا والإنفلونزا الموسمية، زي الالتهاب الرئوي، زي جهاز تنفسي من الأعلى زي مثلا التهاب الشعب الهوائية، الجيوب الأنفية، الحاجات دي كلها بتخليهم أكثر عرضة للمشاكل والأمراض اللي موجودة فيهم أكثر من صغار السن. المشكلة بس مش بتبقى في الأمراض دي، بتبقى مضاعفات الأمراض دي، يعني إذا كان في مضاعفات قليلة بتحصل لصغار السن أو للشباب أو لغيرهم للأمراض دي، كبار السن شوية بيبقوا أكثر عرضة لمضاعفات الأمراض دي أكثر من الشباب الصغيرين. نعم دكتورة، ممكن تقولي لنا يعني أثر هاي المشكلات مثل ما قلتي على صحة كبار السن على وجه التحديد، شو أثرها؟ أثرها أول حاجة طبعا التعرض للالتهاب المزمن اللي هو متكرر في التهاب زي الالتهاب الرئوي، زي التهاب الشعب الهوائية، زي الإنفلونزا، الكلام ده كله ما بيمرش بسهولة قوي زي ما بيمر على صغار السن، يعني مثلا هم عرضة أكثر لدخول المستشفى أكثر من الصغار.
مثلا ان هم عرضه المضاعفات بتاعه الامراض دي اكتر، زي مثلا ان هو بدل ما هو عندهم التهاب مثلا في الشعب الهوائي بيمتد يبقى التهاب رئوي. الالتهاب الرئوي ده لما لا قدر الله لو حصل تدهور فيه زياده شويه بيأثر على اجهزه الجسم المختلفه. لا قدر الله في ناس ممكن تدخل في حاله مثلا تسمم في الدم بتحتاج انها تدخل المستشفى، ومن المستشفى ممكن تنتقل الى الرعايه المركزه، وادويه كتير وبتاثر على أجهزة الجسم المختلفة، ممكن تأثر على القلب وممكن تأثر على الكلى. فكل دي تعتبر مضاعفات ومشكلات احنا ممكن نتحاشاها ونتجنبها او نتجنب جزء كبير منها لو قدرنا ان احنا نحمي الكبار من التعرض لهذه المشاكل او هذه الأمراض. نعم دكتورة، لما نعرف منك اليوم على التطعيمات اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لحماية المسنين من أمراض الشتاء. زي ما قلنا ان امراض الشتاء اللي موجوده عندنا اللي هي الانفلونزا الموسميه وفي الالتهاب الرئوي. الانفلونزا الموسميه بيبقى التطعيم بتاعها موجود اللي هو تطعيم الانفلونزا الموسميه، وده بيبدا الموسم بتاعه او نبتدي نطعم كبار السن فيه من شهر 10 وبيستمر لحد شهر 2 كمان ممكن نطعم الكبار. طبعا كل ما كان التطعيم بدري اكتر كل ما يكون احسن، يعني لو اللي هياخده في شهر 10 يكون احسن من اللي هياخده في شهر 12، احسن من اللي هياخده في شهر 1، لان التطعيم على ما يبتدي يشتغل في الجسم وبيزود المناعه ضد الفيروس بياخد حوالي اسبوعين. فافضل وقت ان احنا ناخد تطعيم الانفلونزا لكبار السن دايما بيبقى في بدايه الموسم علشان الاستفاده القصوى من التطعيم ده. نعم دكتوره، ممكن تقولي لنا الاعمار، اعمار كبار المواطنين اللي ممكن ياخذون هذا التطعيم، يعني من اي عمر يبدا؟ بصي، هو كبار السن احنا بنغطي كبار السن في عياداتنا عندنا من سن 60 سنه، لكن ده ما يمنعش ان هو لو في حد قبل سن 60 سنه وعنده امراض مزمنه زي السكري زي التهاب مزمن في الشعب مثلا، لو عندهم حساسيه والكلام ده، لو ناس مدخنين ممكن في سن 50 ممكن يبتدوا ياخدوا التطعيمات دي. وطبعا ده بجانب اللي هي تطعيمات الصغار. هو في دلوقتي احنا عندنا في وحده كبار السن قسم كبار السن برنامج لتطعيم كبار السن، ده بيشمل المرضى عندنا في العيادات الخارجيه، بيشمل كمان المرضى اللي احنا بنروح لهم في البيوت والزيارات المنزليه نديها لهم علشان نضمن اقصى تغطيه للمرضى اللي بيجوا في العياده واللي ما يقدرش يجوا العياده واحنا بنوفر له. ده بالنسبه للانفلونزا. التطعيم الثاني اللي موجود اللي احنا بنوفره، الدايره بتوفره هيئه الصحه، تطعيم المكورات الرئويه او الالتهاب الرئوي. الفرق بين التطعيم ده والتطعيم ده ان الانفلونزا يعني تطعيم موسمي فكل سنه المفروض ناخده، لكن تطعيم المكورات الرئويه اللي بيقي من الالتهاب الرئوي بالميكروبات دي بيبقى جرعتين بس بينهم سنه، فبندي جرعه وبعد السنه بندي الجرعه المكمله بتاعتها اللي بتغطي بقيه السبيكترم او بقيه الفصائل بتاعه البكتيريا. ميزه التطعيم بتاع المكورات الرئويه ان هو مش موسمي، فممكن يتاخد في اي وقت في السنه، يتاخد في الصيف يتاخد في الشتاء، بس اهم حاجه ان هو يكون جرعتين، الجرعتين دول بينهم سنه. عندنا هنا التطعيم بيختلف عن التطعيم في أوروبا بتاع الالتهاب الرئوي أو المكورات الرئوية. من أوروبا بيبصوا للموضوع ككوست بنفيت أو اللي هو الحالة المادية أو الاقتصادية، هناك الوجه الاقتصادي. هنا علشان نغطي أكبر قدر ممكن التطعيم إذا كان بيبقى في أوروبا مثلا بيبتدي من سن 65 و60 سنة، إحنا هنا بننصح بالتطعيمات المكورات الرئوية من سن 50 سنة في دول الخليج. المجلس التعاون الخليجي بنبتدي التطعيمات هنا من سن 50 سنة اللي هي المكورات الرئوية. نعم طبعا، بجانب التطعيمات دكتورة اللي توفرها هيئة الصحة بدبي لحماية كبار المواطنين، ممكن تعطينا إلى وسائل مثلا وسائل إضافية ممكن إنها بجانب التطعيمات نقدر من خلالها إن نحافظ على صحة أي فرد من أفراد العائلة من كبار المواطنين الموجود لدينا في المنزل؟ أكيد طبعا، إحنا عارفين طبعا من أهم سبل العلاج اللي هي الوقاية، والوقاية خير من العلاج. إحنا ما ننتظرش إن يحصل مثلا مرض أو التهاب أو شيء وبعدين ندور على العلاج فيه. بجانب التطعيمات اللي اتكلمنا عنها، أهم حاجة إن إحنا نقوم بتعزيز تعزيز الحالة الصحية العامة لكبار السن ومنها تعزيز المناعة.
في حاجة اسمها يوز إت أور لوز إت، يا إما نستخدمه يا إما يضيع مننا. من ضمنها الأجهزة بتاعت جسمنا، الحركة. إحنا لو ما خدناش بقينا نشطاء، يعني المريض لازم يكون، أو المسن، مش المريض بس، أي كبير سن لازم يحافظ على نشاطه، لأن النشاط والحيوية والحركة وإن هو يخرج ويدخل، كل دي بتساعد على تحفيز الجسم وتحفيز أجهزة الجسم وأعضاء الجسم، ومنها الجهاز المناعي. بنحافظ كمان على الجهاز المناعي إن هو الأغذية السليمة والصحية، الفريش، الخضروات، الفاكهة، الكلام ده كله. وبلاش نبعد شوية عن الحاجات المحفوظة، الأطعمة المحفوظة والأطعمة الغير صحية، كل دي ممكن تأثر على المناعة. فنتجه دايما للحاجات الصحية، الأطعمة الصحية، السوائل الكتير، لأن السوائل من الحاجات المهمة جدا اللي بتعزز الصحة وبتزود المناعة في جسم الإنسان. البيئة نفسها يعني مهم قوي، ان البيئه بتاعه الكبير السن او المواطنين عموما والعائله بتاعته ان هو يكون بيئه صحيه، يعني التهويه بتاعه الغرفه اللي هو قاعد فيها، المنزل اللي هو قاعد فيه، الشمس دايما تدخل، ما شاء الله الشمس عندنا اليومين دول رائعه، فهم دايما يفتحوا ان هو المسن يخرج، كبير السن ان هو يخرج من البيت، اذا ما قدرش يخرج خارج المنزل خالص يخرج في الحوش، يقعد بره يعني يتعرض للشمس الطبيعيه والهواء الطبيعي. نبعد شويه عن الغرف المقفوله والتكييفات والكلام ده، نفتح كل ده لتجديد الهواء. اهم حاجه ان احنا نتبع الوسائل الاحترازيه. احنا عارفين طبعا ان جائحه كورونا دلوقتي كل الناس المفروض تتجه الى الاجراءات الاحترازيه، نفس الاجراءات الاحترازيه اللي بناخدها للكورونا هي اللي المفروض نتخذها لبقيه المرضى، الحمايه العامه. نعم، خاصة في فصل الشتاء لو خذينا بقواعد طبعا اللي تعلمناها في كوفيد، ابتعدنا عن المسنين مترين أو ثلاثة، طبعا نحن بذلك بنحميهم، وحتى إذا مثلا نحن مرضى ما نسلم عليهم. هاي الطرق مثل ما ذكرتي دكتورة ممكن نحن نحافظ على كبار المواطنين الموجودين عندنا في البيت. لا قدر الله، لو كبير السن مثلا، لو في اكتشفنا ان في حالة مثلا، مش لازم يكون كوفيد، مش لازم يكون كورونا، اي حد عنده شوية دور برد او اي حد عنده حاجة صحية طارئة، الابتعاد شوية. بس في فرق بين احنا نبتعد عنهم ونحن نعمل لهم عزلة او اي سوليشن. نبتعد عنهم في الحالات المطلوبة، لكن ما نبعدهمش عن الأسرة. الأسرة تبقى قريبة منهم، صحيح في مسافة بينهم بين ثلاثة، لكن ما يبقوش لوحده. لازم الأسرة تزورهم، ولازم يكون في تواصل اجتماعي، بس في الحدود الآمنة لكبار السن. نعم دكتورة، ممكن تختمي لنا بنصيحة تقدمينها للمستمعين اللي عندهم كبار المواطنين في المنزل؟ النصيحة اللي أقولها لهم إن الحمد لله رب العالمين، إحنا هنا عندنا أجمل شتاء في العالم، وعندنا هيئة الصحة الحمد لله موفرنا التطعيمات اللازمة لكبار السن. فالدور عليكم أنتوا، إن أنتوا اللي عنده كبير سن ويقدر يروح العيادة، ياريت ياخد كبير السن ويروح العيادة علشان يستلم التطعيمات بتاعته. اللي ما يقدرش يتواصل مع دائرة الصحة، علشان المريض أو كبير السن ما يقدرش يتجه للعيادة، دائرة الصحة تبعت له الأفراد المناسبين علشان يطعموه في البيت، علشان نزود الحماية بتاعته. والدور عليكم أنتوا كمان حمايته بالإجراءات الاحترازية، وحمايته بأنه هو تحسين صحته في العامة بالغذاء، بالهواء الكويس وبالسوائل. نعم دكتورة منى صبحي، استشاري طب المسنين في هيئة الصحة بدبي، شاكري لتوقتك الثمين وتواجدك معنا اليوم، شكرا على هاي المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا. شكرا، شكرا لكم. وطبعا أعزائي المستمعين، لازم نتذكر دايما أن نحن كبار المواطنين في منازلنا أمانة، نحافظ عليهم ونحميهم من برد الشتاء طبعا. وطبعا في ختام حلقتنا، نتمنى أن نكون اليوم قدمنا لكم كل مفيد لصحتكم أعزائي المستمعين، ونذكركم بضرورة لبس الكمامة للوقاية من كوفيد-19. كما نشكر لكم حسن متابعتكم، وننقل لكم طبعا تحيات فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وكذلك الشكر لإذاعة نور دبي ولمخرجنا المبدع والمتألق المخرج نمر محمد، وفي التنسيق والمتابعة كانت معانا ميرا الغفلي. طبعا أعزائي المستمعين، في التقديم كنت معاكم أنا آمنة آل علي، وأتمنى لكم
الصحة والسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.